السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات أسمر للطبخ. اليوم راح نقدم لكم وصفة بزاف بنينة وهي من أنواع الأسماك. السمك اللي احنا نخدمه به هو فيلي دو سول أو شريحة السول. هو سمك من نوع أبيض وما تجيش فيه لا شوك ولا عظم، سهل للأكل. والطريقة اللي احنا نقدمه بها هو طريق أبن طريقة ليتكل بها هذا السمك دو سول ولا فيلي السول. وصفة بزاف بنينة. ما تنسوش خدي خياتي تهبطوا أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفات أسمر للطبخ. ما نطولش عليكم ونروح نشوفوا الوصفة كيفاش رايحين نخدموها. يلا لها باش نطيبوا سمك لاصول. سمك الصول هذا الأبيض راهو كونجولي كذلك، راهو بزاف بنين. نطيبوه بباني يعني بالخبز المرحي يجي راح يجينا بزاف بنين. راح أول شيء أول خطوة نقوم بها راح نديرو له التتبيلة تاعو. عندي زوج سنات تاع الثوم، عندي حبنة تاع قزبر، شيشة شوربة باش تعرفوها مليح، عندي شوية فلفل الكحل، عندي شوية تاع الكمون، وعندي شوية تاع الفلفل العكري، عندي ملح، وعندي عصرة تاع قارص. لازم السمك يحب بزاف الليمون، لازم نديرو القارص باش يجينا بزاف بنين. عندي هنايا سكنجبير، واللي ما عندوش سكنجبير المرحي يقدر يدير الزنجبيل الاخضر، راح يجينا بزاف بنين في هذه الخلطة. راح نخلطوه كامل كما راكم تشوفوا فيه ونخلوه يرتاح مدة ساعة ولا ساعتين. هذا السمك الصول كل ما يشرب هذه التتبيله تاعو ويريح مدة من الزمن راح يدي بنة بزاف كبيرة في هذا الخلطة تاعو. ريحة الزنجبيل والسكنجبيل اللي درتها له راح يتريح منه ما شاء الله. هذه الخطوة تاعي الأولى اللي نقوم به بهذا السمك. السمك الصول انا يعجبني كي نديرو باني راح يجي واحد البنه ما شاء الله، من برا يقرمش ومن الداخل يجينا طري ولا اروع. راح نخليه يرتاح مده من الزمن ومن بعد نرجع لكم ونوريكم كيفاش راح نزيد نخدمو. راح نكمل نخدم الصول تاعي. هكذا باش تشوفو مليح. عندي فرينة البيض والخبز المرحي، راح نشد القطعة تاع الصول تاعي كما راهي اللي تبلتها وخليتها ريحة حوالي واحد الساعة. نحطها في شوية في الفرينة، نفضها من الفرينة نحطها في البيض، نحاول نخليها تشرب مليح في البيض، نقيسها كامل البيض من الجوايح تاعها. ورايحين نديروها في الفرينة في الخبز المرحي عفوا لاشا بلور. نرمدوها مليح خاوتي كما راك تشوف بهذا الشكل، ونحطه هنا ونخلوه. نكمل كامل الكميه اللي عندي في الفرينه، ان كان دجاج ولا اسكالوب ولا حوت. هذه طريقه بزاف هايله وبزاف تجي بنينه في الاكلات تاعكم ما شاء الله. راح نكمل كامل الكمية ونرجع ليكم. هذه الكمية تاعنا رانا كملناها، رايحين دوكا نقليوها في زيت تكون سخونة وما تكونش الزيت يعني المقلاة ما تكونش معمرة بالزيت، تكون متوسطة ماشي بزاف وماشي قليلة قليلة.
بسم الله ما شاء الله، هذه وصفتنا تاعها اليوم، سمكه صول بطريقه سهله وبنينه بزاف. ما تنساوش خوتي خياتي تهبطوا اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من وصفات اسمنا الطبخ، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو احبابكم واصحابكم الناس كامل اللي تحبهم، وما تنساوناش كذلك بدعوه الخير والاعجاب، وما تنساوناش بالكومنتر تاعكم. سلام.